بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم. وحشتونا بعد 3 أسابيع من الغياب، اشتقنا لكم كتير جدا جدا جدا. احنا من غيركم افتقدنا حاجات كتير قوي 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 حلوة في حياتنا. احنا بنفتقد الكثير والكثير بدونكم. اللقاء بكم دايما هو الأجمل وهو الأروع. إن شاء الله هذا هو أسبوع الحسم، أسبوع الفرحة والسعادة بمشيئة الله. بدأ اللقاء بكم النهاردة يا أعظم جمهور في الكون، وإن شاء الله يبقى ختامه مسك بالفرحة الكبيرة والحصول على الأميرة الأفريقية. أنتم اللي زرعتم الفرحة والسعادة في قلوبنا كتير جدا، وأنتم هذه المرة من تستحقون هذه الفرحة إن شاء الله. فأنتم دائما الداعم الرئيسي للنادي الأهلي ولقناة الأهلي دائما وأبدا. ربنا يخليكم لينا دايما أكبر داعم لنادينا الحبيب، وكل الفخر والإعزاز لجماهيرك العظيمة يا أهلي. النهاردة إن شاء الله عندنا محطة جديدة من محطات النادي الأهلي في طريقه لتحقيق المزيد من البطولات. عندنا ماتش النهاردة قدام أبو قير الأسمدة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر باستاد برج العرب. مباراة مهمة طبعا، مهمة لأنها مش ودية. دي محطة في طريق الوصول لبطولة جديدة وهي كأس مصر هذا الموسم. طبعا كلنا عارفين، وحضراتكم أكتر طبعا عارفين أكتر مني وأكتر مننا كلنا، أن الأهلي ما بيلعبش إلا على الفوز في أي بطولة يشارك فيها، وبيعمل حساب لأي فريق مهما كانت قوته، سواء صغير أو كبير، دوري ممتاز أو درجة تانية، ما بيستهينش بحد خالص. والدليل لو حضرتك شفت قائمة مباراة النادي الأهلي النهاردة، هتلاقي تقريبا 70 أو 80% من القوام الأساسي للفريق موجود. مين بقى يبدأ؟ مين يقعد احتياطي؟ دي حاجات خاصة بالجهاز الفني بقيادة مستر موسيماني. ولكن اللي أقدر أقوله إن الأهلي النهاردة بيلعب على الفوز كالعادة، مهما كانت قوة أو ضعف الفريق المنافس، لأن دي خطوة كبيرة في بطولة. وإحنا عارفين إن إحنا دايما كنادي أهلي ما بنشبعش من البطولات، إحنا كجماهير نادي أهلي دايما متعطشين للمزيد من البطولات. فبطولة الكاس اللي بنلعب عليها النهاردة الأهلي، زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي برقم 36 مرة، لكن النادي الأهلي لا يشبع من البطولات. طبعا مباريات الكاس دايما بتتسم بالمفاجآت، مباريات الكاس دايما بتتسم بالمفاجآت في جميع أنحاء العالم. ما بتعرفش فريق صغير وفريق كبير، إنما النادي الأهلي بطل أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يمكن جت كده، وبإذن الله ربنا يعني بإذن الله يتقبل مني الكلام دوت. النادي الأهلي بإذن الله بطل أفريقيا، النادي الأهلي بطل الدوري إن شاء الله، يبقى بطل كأس مصر. دايما مباريات الكأس ما تعترفش بالكلام دوت، ماتشات الكأس ليها المجهود في الملعب، ليها الإصرار والعزيمة، وقبل كده التوفيق من عند ربنا. نادي الأهلي النهاردة بيلاعب فريق أسمدة أبو قير، وبالمناسبة فريق أسمدة أبو قير فريق من الفرق المكافحة في دوري الدرجة الأولى به. ويمكن كان ليا حديث مع الكابتن أحمد الكاس اللي هو المدير الفني لفريق أسمدة أبو قير، والحديث ده كان امبارح، وكنت بسأله عن الفريق وعن الطموح. قال لي إن هو استلم الفريق وكان التالت من تحت آخر 9 مباريات في دوري الدرجة الأولى به. نهى في ال9 مباريات دولت، نهى السادس، يعني توسط القائمة، سادس من 12 فريق، ولعب 9 مباريات، كسب 6 واتعادل مرة وخسر مرتين. لما بسأله عن طموحك في الماتش النهاردة، فهو كابتن كاس قال لي أنا طبعا طموحي إن أنا أعمل أداء مشرف، وشرف كبير ليا إن أنا وصلت للدور دوت على حساب أندية من الدوري الممتاز. طبعا لو احنا عارفين هنتذكر سوا نادي ابو قير للاسمده كان كسب في دور ال 32 الانتاج الحربي 4-2 بضربات الجزاء، وكسب حرس الحدود في دور ال 16 2-0. الكابتن كاس قال ان هو شرف ان هو وصل لدور الثمانيه، والشرف الاكبر وده على لسانه ان هو النهارده بيلاعب النادي الاهلي. هو نفسه النهاردة إن هو يبقى مظهر مشرف، أداء مشرف، ولكن أكيد الكابتن كاس عنده طموح إن هو يكسب المباراة، أو حتى لو ما كسبش المباراة هو قال لي إن هو هيطول المباراة لأبعد مدى، يعني إن شاء الله يصل بها لضربات الجزاء. وقال لي إن هو كمان بيلقى كل الدعم وكل التأييد من مجلس إدارة أبو قير للأسمدة، وإن اللعيبة
يعني عنده بتتسم بالاداء الجماعي، ما عندوش نجوم. هو بيقول ان الفريق بتاعه 11 واحد واللي بره كلهم بيتسموا بالاداء الجماعي. عنده امل النهارده ان هو يكمل المسيره، ويطمع طبعا ان هو يكسب النادي الاهلي او على الاقل بيقدم اداء مشرف. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا النهارده كنادي اهلي نعمل مباراه كويسه، وباذن الله دي هتكون بالنسبه للنادي الاهلي البروفه النهائيه قبل المعمعه الكبرى يوم الجمعه القادم، يوم نهائي كاس افريقيا. بنرحب بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، كابتن اسامه عرابي اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. جيت الثاني معلش، انا المفروض الاول بس. لا لا استنينا واحد على فكره، مفيش فرق، انا وسام مفيش فرق اكيد. لا لا بس علاء كابتني طبعا. مقدمه طويله قوي. كلنا مقدمه طويله قوي. طويله معلش. كابتن عادل عبد الرحمن اهلا وسهلا بيك. كابتن ايمن اهلا. كابتن هاني العجيزي اهلا وسهلا بيك. كابتن ايمن ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبي. كابتن علاء، قبل ما نتكلم على الماتش، حضرتك طبعا متابع تقريبا الدرجه الثانيه او الدرجه الاولى عندك فكره عن طبعا فريق سماد ابو قير، وعندنا فكره اكتر عن مباراه الكاس. مباراه الكاس اصلا مش مباراه سهله ابدا، يعني في ناس النهارده او امبارح كل معظم الكلام بتستسهل الماتش، يعني جمهور نادي الاهلي يقول لك اللي قبلك في الشارع يقول لك هنكسب 3 هنكسب 4 هنكسب 5. فشايف الماتش ازاي وشايف صعوبه الماتش ازاي؟ هي صعوبه المباراه دايما ان المباراه كاس، وفي الادوار دي المفاجات دايما موجوده في كل الدنيا زي ما انت تفضلت قلت في المقدمه. فطبعا حته الحرص مباراه النهارده دي اكيد موجوده عند مستر موسيماني وعند اللعيبه اكيد. الحرص ده موجود، لكن خلاص ده على جنب، في حاجه اهم من الحرص واهم من مباراه كاس مصر. في حاجه اهم النهارده عندك مباراه مهمه تدخل تطمن انت على نفسك كلاعب، ومستر موسيماني يطمن على الفريق عشان عنده مباراه مهمه بتاعت الموسم اللي الناس كلها مستنياه ان شاء الله يوم الجمعه القادمه ان شاء الله، اللي هو نهائي افريقيا ان شاء الله يا رب تبقى من نصيبنا. عشان كده النهارده مباراه ما فيهاش حاجه اسمها سهوله. النهارده مباراه اكيد لعيبه النادي الاهلي واخداها بمنتهى الجديه، عايزين يحسموا المباراه بدري جدا. لان زي ما تفضلت ايمن برضو قلت ان كابتن احمد الكاس كل اللي هيعمله النهارده انا عايز يوصل لمباراه لاطول مدى، حتى يوصل ضربات جزاء بالنسبه له هو هيبقى انجاز كويس جدا لاسمنت ابو قير. عشان كده بقول لك النهارده انا متاكد ان المباراه النهارده القائمه الموجوده تقريبا 90% 80% من اللعيبه الاساسيين غير اللي هم اللي عندهم اصابات، ربنا يشفيهم يا رب كلهم. لكن النهارده مستر موسيماني هيلعب من بدايه المباراه تشكيل الى حد كبير مشابه ليوم الجمعه، مع اختلاف بس بعض اللعيبه اللي هو نقول لك التشكيل بالمره. اتفضل اتفضل. طيب ماشي. تشكيل النادي الاهلي النهارده الشناوي لحراسه المرمى، عربي بدر، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد خط الظهر، نص الملعب حمدي فتحي و احمد نبيل كوكا واحمد الشيخ، قدام هيبقى وليد سليمان، اليو باجي، وجيرالدو. يعني نقوله تاني. نقول تاني ماشي. شناوي لحراس المرمى، عربي بدر، رامي ربيعه، ياسر، محمود وحيد، نص الملعب حمدي فتحي، احمد نبيل كوكا، واحمد الشيخ، قدام وليد سليمان، باجي، وجيرالدو. يعني هو التغيير كله بس هتلاقيه في نص الملعب بس، ان هو النهارده حمدي فتحي واحمد نبيل كوكا يمكن اول مره يلعبوا مع بعض. لكن اعتقد هو مستر موسيماني دام عمل التشكيله والتوليفه دي ايمن يبقى هو متاكد من الاداء بتاعه. واضح ان عارف بدري خلاص هو مركز، هيبقى بديل محمد هاني تقريبا، مع طبعا احنا عارفين كلنا في الاستوديو ان مش مكانه الاساسي. عارف بدري بيلعب مدافع في نص الملعب، لكن هو شاف امكانياته ممكن يلعب كده، فاعتقد هو ده بس التغيير، لكن التغيير كلها تلاقيها في نص الملعب بس. هنروح للكابتن اسامه عرابي ونساله رايك في تشكيل النادي الاهلي النهارده، ولكن بعد الفاصل. يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه نظيره أبو قير للأسمدة مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. ويخوض المارد الأحمر مواجهة أبو قير للأسمدة، وعينه على مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا
والمقرر إقامتها يوم 27 من نوفمبر الجاري على ملعب استاد القاهرة. ومن ثم يعتبر موسيماني مواجهة أبو قير بمثابة البروفا للنهائي الإفريقي من خلال تجربة طريقة اللعب مع الحذر في الدفع بالعناصر الأساسية خوفا من تعرض أي منهم للإصابة. ويفقد الأهلي في مواجهة أبو قير خدمات نجمه محمود عبد المنعم كهربا بداعي الإيقاف وكذلك لإصابته بكورونا، فيما لا يزال هناك عدد من اللاعبين لم يكتمل شفاؤهم بشكل كامل، وبالتالي فهناك اتجاه لإراحتهم واستبعادهم من المواجهة. واستعاد الأهلي خدمات لاعبيه الدوليين بعد مشاركتهم مع منتخبنا الوطني في مواجهتي توجو بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا، حيث انتظم اللاعبون في التدريبات بداية من أول أمس الخميس. وعلى الجانب الآخر يدخل أبو قير للأسمدة المباراة تحت قيادة مديره الفني أحمد الكأس أملاً في إحداث مفاجأة، ويتواجد فريق أبو قير في المجموعة الثالثة بحري في دور القسم الثاني، ولم يظهر الفريق بالمستوى المأمول مع بداية الموسم المنتهي تحت قيادة علاء نوح، ليرحل ويعود الكأس لقيادة سفينة الفريق ليستعيد بريقه ويقدم أداء جيدا حتى انتهاء المسابقة التي أنهاها في المركز السادس برصيد 33 نقطة. ويعتمد الكأس في مواجهة الأهلي على أوراقه الرابحة وأبرزها محمد عبد الله الذي أنهى الموسم بتسجيله 8 أهداف، إلا أنه لا يزال يعاني من الإصابة وهناك محاولات لتجهيزه قبل المباراة، وكذلك كارفالا الذي أحرز 5 أهداف في الموسم الماضي وتسبب في فوز فريقه في أكثر من مباراة. رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وكان السؤال قبل الفاصل لكابتن أسامة عرابي عن تشكيل النادي الأهلي. يعني قبل ما أتكلم في التشكيل، طبعا المباراة مهمة لأنها بطولة، بطولة كاس، أخذنا الدوري الحمد لله، وعندنا طبعا بطولة إفريقيا الأسبوع الجاي النهائي، ودي البطولة الثالثة اللي هي كاس مصر. فواضح طبعا أن مستر موسيماني حاطط 70-80% من التشكيل في القائمة كلها، لكن يمكن البداية مريح بعض اللعيبة من الأساسيين على أساس أن الماتش لو مشي سهل التغييرات تبقى يعني برؤيته تبقى أسهل من لو الماتش تعقرب شوية. لو الماتش مشي سهل هتلاقي مثلا الناس اللي قاعدة احتياطي زي أفشا، زي ديانج، زي أشرف، أيمن أشرف، زي مروان محسن، اللي هم يعتبروا شبه حسين الشحات، اللي هم شبه السين، هينزلوا بقى فترات يعني قليلة شوية، مثلا تلت ساعة نص ساعة، لكن لو الماتش تعقرب ممكن في ناس تاخد جزء كبير. وجود فهو أحمد تشكيل نبيل مانجا في نص الملعب هل هيكون ليه تأثير على أداء الفريق في نص الملعب؟ أحمد نبيل كوكا هو طبعا وناشئ من ناشئين النادي الأهلي، يقال إنه هو في 19 سنة مع كابتن ربيع في المنتخب. أنا بصراحة ما اتفرجتش عليه أو مش عارفه يعني، لكن هنشوف أداؤه إن شاء الله في المباراة. بالنسبة للتشكيل، هو منزل العربي بدري طبعا، بكرايت هو لعب كتير، لعب قبل كده، واحمد نبيل كوكا. الباقي كله المجموعة بتلعب طوال السنة يعني بعض المباريات، لكن اللي هم الاساسيين الشناوي، ياسر ابراهيم اللي بتكلم على الفترة الأخيرة، ايوه الى حد كبير طبعا حمدي فتحي، وليد سليمان كان الاحتياطي الاولاني في معظم المباريات وكان طبعا دوره كبير جدا. بقيه الفرقه محمود وحيد يمكن ما لعبش ماتشات كتيره، لكن هو اللي على طول بعد معلول. رامي ربيعه راجع من اصابه طويله، لكن ممكن هو عايز يطمن عليه لانه ما فيش غير ياسر ابراهيم وايمن اشرف في التشكيل. في بالنسبه لافريقيا، في حمدي فتحي ونبيل كوكا في النص، الشيخ وليد سليمان وجيرالدو، وبادجي قدام
طبعا الاربعه لعبوا ماتشات كتيره في الدوري، واعتقد ماتش بالنسبه يعني زي ابو قير الاسمده مع احترامنا الكامل ليهم ممكن طبعا يحصل مفاجآت. لا وان كنت طبعا اتوقع ان النادي الاهلي لو جاب جون بدري الموضوع هيتسهل كتير ان شاء الله. كابتن الكاس هيحاول يطول الماتش على قد ما يقدر باذن الله. ان شاء الله احنا ننهي الاول باذن الله. بالنسبه للتشكيل يعني الى حد كبير يعتبر جيد بالنسبه للمباراه باذن الله. طب كابتن اسامه هنروح لزميلنا في ملعب مباراه فاروق صلاح نتعرف منه على اخر الاخبار والاوضاع هناك ايه. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل التحيه لضيوفك الكرام كابتننا الكبير كابتن علاء ميهوب كابتن عادل عبد الرحمن الكابتن اسامه عرابي والكابتن هاني العجيزي من هنا من داخل استاد الجيش ببرج العرب. السؤال الاهم اللي اكيد بيشغل بال كثير من متابعي وجماهير النادي الاهلي هو حاله ملعب استاد الجيش اللي هيستضيف اللقاء. عايز اطمنك يا كابتن ايمن واطمن كل جماهير النادي الاهلي ملعب النهارده يعني نقدر نقول جاهز تماما لاستقبال اللقاء مع التطوير الاخير اللي تم في استاد الجيش ببرج العرب وتغيير يعني عمليه الصرف وعمليه الشفط ايضا للمياه. كلها من الامور المهمه جدا اللي يعني اتكلمنا فيها مع مسؤولين الاستاد واستعدادهم لاستضافه هذا اللقاء وايضا تغيير نجيلة الملعب. كلها من الأمور المهمة. ده الأمر الخاص بأرض الملعب واللي كان السؤال الأهم اللي بيشغل بال الكثير من الجماهير. من النقاط المهمة جدا عايز يعني برضو كابتن أيمن تجديد النادي الأهلي والكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الطبي على الاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية دي كان ليها كلام مهم جدا وجلسة من الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين وكان يعني يشدد عليها خلال تواجدنا مع الفريق في مقر إقامة الفريق على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالاجراءات المتبعه وايضا الامور المتبعه من خلال الجهاز الطبي للنادي الاهلي. عايز اكلمك ايضا النهارده على نقدر نقول مستر بيتسو موسيماني وجهازه الفني وهو انه حاول يوصل للجميع وللاعبين ان انا بركز فقط الان في مباراه كاس مصر وبالتالي هو بيدفع بتسعه لاعبين من العناصر نقدر نقول العناصر اللي موجوده بصفه مستمره مع الفريق الاول. النهارده بيدفع من اثنين من اللاعبين الناشئين نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عربي بدر في مركز الظهير الايمن لاعب مواليد 2001 وطبعا جميل عارف عربي بدر. النهارده ايضا احمد نبيل كوكا وزي ما حضرتك قلت والكابتن اسامه عرابي قال واحد من لاعبي منتخب مصر للشباب مع الكابتن ربيع ياسين النهارده بيدفع بيه في مركز خط الوسط بجوار حمدي فتحي. عايز يوصل مستر بيتسو موسيماني رساله للجميع انا تركيزي منصب في الوقت الحالي على مباراه كاس مصر. عقب المباراه هيبدا الكلام ويبدا التحضير لمباراه كاس مصر. هيبدا عقب هذه المباراه يبدا التحضير لنهائي دوري ابطال افريقيا امام الزمالك. النقاط المهمه ايضا اللي كان لينا كلام فيها مع الكابتن احمد الكاس المدير الفني لنادي ابو قير الاسمده ان هو يعني عايز بيقول عايز استغل شويه انشغال النادي الاهلي بمباراه الزمالك وتفكير النادي الاهلي في لقاء نهائي دوري ابطال افريقيا وايضا وجود غيابات واصابات وعايز ان انا احاول اعمل مفاجاه امام النادي الاهلي. طبعا فريق السماده ابو قير بعد ما اقصى نادي الانتاج الحربي في دور ال 32 واقصى نادي حرس الحدود في دور ال 16 النهارده بيمني النفس امام النادي الاهلي. لكن انا عايز اقول لك يا كابتن ايمن لعيبه النادي الاهلي كلها تركيز اللعيبه عندها تركيز شديد جدا في هذا اللقاء بطوله هامه من البطولات المهمه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي عايز يكمل الموسم ان شاء الله ببطوله كاس مصر مع الدوري وايضا بطوله افريقيا. انا موجود معاك يا كابتن ايمن لو في اي استفسار او اي تساؤل موجود معاك. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن عادل ماتش النهارده قدام فريق بيلعب في الممتاز به. النادي الاهلي والمباريات اللي فاتت في كاس مصر كانت كلها ضد فرق في دوري الممتاز به. المباراه الاولى كانت بني سويف وكسبنا 3-1 والمباراه الثانيه كانت ترسانه 2-1 على العكس من ابو قير الاسمده. المباراتين اللي لعبوهم في الكاس كانوا ضد الانتاج الحربي دوري ممتاز وحرس الحدود قبل ما يهبط دوري ممتاز. ماتش النهارده ناس كتير متخيله سهل ولكن لابد من الحرص فيه. خليني اقول لك كابتن من اصعب المباريات اللي تعدت على النادي الاهلي الموسم ده يمكن في مباريات في افريقيا دي مباراه اصعب منها. ليه؟ ماتش النهارده طبعا. ليه؟ عشان التوقيت بتاعها. انت هتلعب يوم الجمعه فاينل افريقيا. دي واحد فالوقت صعب جدا. الوقت النهارده صعب جدا؟ طبعا فوق ما تتخيل. طيب لأن نكمل كلامنا بعد الفاصل بعد اذنك كابتن عادل. اتفضل. فاصل ونواصل معاكم ان شاء الله بعد الفاصل. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكان قبل الفصل بيتكلم الكابتن عادل عبد الرحمن على صعوبه مباراه اليوم. يعني يا كابتن انا بفكر لو انت مدرب قاعد دلوقتي بتفكر هتفكر في المباراه دي ولا في مباراه الجمعه؟ دي رقم واحد. رقم اثنين، هل انت التفكير بتاعك في اللعيبه هتعمل ايه في اللعيبه؟ هل عندك نقص؟ عندك لعيبه جايه من منتخب؟ عندك مباريات كنت بتلعبها وبعدين قعدت فتره طويله؟ فالتوقيت صعب جدا. اللي عاوز يعمله المدرب من وجهه نظري النهارده ان هو لازم يتلغي دماغه من مباراه افريقيا، وفي نفس الوقت لازم يفكر فيها ازاي طبعا. ما تعرفش يبقى طبعا. لازم اكيد، وانا شايف ان هو عاملها كويس. اكيد شايل مجموعه في دماغه ان هي بتاعه المباراه أي. وفي خدمه المباراه دي لخدمه مباراه افريقيا. السؤال هنا، هل المجموعه اللي هتلعب المباراه النهارده هي دي المجموعه المناسبه لقوه فريق سماد ابو قير مثلا؟ اكيد. بص يا كابتن، احنا بنتكلم في النادي الاهلي. النادي الاهلي ال 30 لعيبه اللي في القائمه حتى اللعيبه الناشئين يجب ان هم يكونوا من افضل من لعيبه من فرق في الدوري الممتاز، مش في الاولى مش في الدرجه الثانيه. فانت بتتكلم دي فرصه كبيره قوي انك انت تجهز لعيب، فرصه تعلن على لعيب. يعني النهارده لو شفت تشكيل النادي الاهلي في اصابات راجعه، عاوز يديها ثقه وعاوز يديها وقت وعاوز يديها جاهزيه. وفي ولاد صغيرين عايزين يثبتوا نفسهم، وفي في نفس الوقت لاعب ولا اتنين كبار عاوز يثبت نفسه علشان ال زي ما تقدر تقول ايه، يعني مش عاوز اقولها بالطريقه دي علشان المفترض ان تسويق او بالمعنى الاصح انه جاهزيه عشان يشتغل في حته، فاهمني؟ فدي افكار كتير. بس معنى كده، يعني لو كان المنافس غير او غير الاسمده كان ممكن تشكيل الفرقه ده يتغير. بص يا كابتن، كل مباراه وليها رجالتها. في اوروبا كده او في مصر كده في الانديه الكبيره. فانت ممكن تكون انت مادي اداء هايل المباراه دي، والمباراه اللي بعديها ممكن المدرب يقعدك احتياطي او يخليك بره السكور. ليه؟ لان هيلاعب فرقه يعني فيها حته تكتيكيه ممكن يبقى انت تناسبها مش اللاعب اللي لعب وكان كويس. هي دي الاحتراف. هو دي الفرق الكبيره. الفرق الكبيره المفترض يا كابتن انك انت عندك ال 30 لاعب يبقوا جيدين، ال 30 لاعب يبقوا كويسين. هي بقى الفكره اللي انا بقول لك، وصعوبه المباراه النهارده في انك انت تطوع كل الظروف اللي انا اتكلمتك عليها دي، وفي نفس الوقت انت النادي الاهلي بتلعب على جميع البطولات طبعا. لازم تكسب النهارده علشان تقدر تكمل، علشان دي بطوله مهمه بالنسبه لك. والمفروض كمان ان هي ما تبقاش الفوارق كبيره جدا في بين اللعيبه وبعضها في النادي الاهلي. بتتكلم على فريق بطل. وحاجه ثانيه يا كابتن مهمه جدا جدا، يعني انت بتتكلم في نهايه موسم. نهايه موسم كله ليه اهدافه. كانت كلاعب ليك اهدافك، كاداره ليك اهدافك، كمدرب بيبقى ليك اهدافك. فكله لازم يطوع للفرقه. بمعنى انك انت لما تاخد فرصه، اي لاعب ياخد فرصه لازم يمسك فيها كويس طبعا. بالذات انت في نهايه الموسم. المدرب نفسه يعني موسيماني نفسه ياخد بطولات كتير مع النادي الاهلي. أكيد. وهو جاي جعان بطولات مع النادي الاهلي. أكيد. جاي وحاطط كل امله ان يعمل سي في كويس من البطولات. ده بالنسبه لموسيماني. انت كاداره طول عمرك بتلعب على البطولات. طول عمرك عايز تاخد كل البطولات اللي انت بتشارك فيها. صحيح. كل البطولات اللي انت فيها. من هنا صعوبه المباراه. اتمنى ان المباراه يبقى ظروفها حظنا كويس وظروفها تبقى سهله، زي ما الكباتن قالوا الكابتن علاء والكابتن اسامه، ان نجيب جون بدري. لو جبنا جون بدري اقدر اقول لك ان العافيه شويه تقل، انك انت بتحضر للي جاي تبقى اهدى شويه. وكمان نتمنى عدم الاصابه لاي لعيب النهارده من النادي الاهلي. اكيد طبعا. ان شاء الله باذن الله. معانا تشكيل الفريق اسمنت ابو قير: محمد طلعت حراسه المرمى، كمال ابو الفتوح، محمود الملك، ابراهيم ريعو، هاني السيد. نص الملعب: اسلام نبيل، محمد الكارتا، مصطفى الخواجه، محمد علاء. قدام: كير ماك وعلاء شعبان. هنتكلم عن تشكيل فريق ابو قير ولكن بعد الفصل. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. وكنا بنقول تشكيل فريق ابو قير: محمد طلعت حراسه المرمى، كمال ابو الفتوح، محمود الملك، ابراهيم ريعو، هاني السيد. نص الملعب: اسلام نبيل، محمد الكارتا، مصطفى الخواجه، محمد علاء. واثنين قدام: كير ماك وعلاء شعبان. كابتن هاني، اعتقد انت تعرف فريق ابو قير كويس. يعني اعرفهم كويس طبعا، لاني بقالي فتره في اسكندريه ومتابع هناك الدرجه الثانيه بشكل كويس. والكابتن كمان، الكابتن الكاس يعني من اعز اصدقائي ودايما بنتقابل. يعني طبعا تشكيل ابو قير النهارده تقريبا هو ده التشكيل اللي بيلعب بيه الكابتن الكاس دايما. بس هو ما بيلعبش بالطريقه دي. لا، هو بيلعب ب 4 3 3.
4 3 3 انا شفتهم قبل كده بيلعبوا 4 3 3 لكن النهارده طبعا بيلعب النادي الاهلي ونادي كبير طبعا واسم كبير فطبيعي ان هو يبقى فيه مخاوف النهارده من المباراه ولازم برده ان هو طبيعي ان هو ينزل يقفل او يلعب زون ديفنس على اساس ان هو يقدر يطلع بنتيجه ايجابيه لكن النهارده طبعا عايزين نتكلم برده على بعض اللعيبه في نادي ابو قير النهارده في غياب عندهم محمد عبد الله وده الاسترايكر بتاعهم جايب حوالي 8 اهداف لكن هو طبعا مصاب عامل عمليه فبقى له فتره مش موجود تقريبا ده هياثر تاثير كل على الفرقه لان هم بيعتمدوا عليه اعتماد كلي ولاعب هايل يعني جاله كذا عرض من انديه الدوري الممتاز وفي برضو في موجود لعيبه ثانيه في علاء شعبان ده لعيب من ناشئين النادي الاهلي لعب في دوري ممتاز ولعب عنده خبرات ولعب في الرجاء ولعب في بلدية المحلة وبقى له فترة كبيرة في الدرجة الثانية فعنده خبرات كويسة جدا وبقى له فترة مع أبو قير في مصطفى الخواجة بيلعب 8 وده لعيب بيعتمد عليه في نقل الهجمة كابتن كاس ولعيب كويس يعني في كارتا مش عايز أقول الأسماء كلها طبعا لكن في لعيبة مميزة في نادي في فرقة أبو قير في هاني السيد لعيب سريع ولعيب خبرة وجاي من فاركو بيلعب باك رايد ده لعيب كويس جدا وبيعتمد عليه برده الكابتن الكاس انا عايز اقول برده ان الماتش مش هيبقى سهل بالنسبه للنادي الاهلي هيبقى صعب لان انت بتلعب فرقه برده زي ما حضرتك قلت في قبل ما نتكلم من النادي مركز تشكيله ابو قير او نادي ابو قير لعب فرق دوري ممتاز وكسب قدر ان هو يحقق عليهم نتائج كويسه زي الانتاج الحربي زي حرس الحدود وقبلهم نادي المنصوره فدي حاجه برضو تقلقك طبعا احنا النادي الاهلي طبعا مفرش معاك الكلام ده النادي الاهلي عارف وعارف عايز ايه من الماتش كويس قوي وعارف ان الماتش ده بروفا كويس قوي للمباراه النهائي واعتقد ان التوقيت ده يعني انا ممكن الكابتن عادل قال ان توقيت المباراه او ما كانش مش حابب التوقيت ده بما اقول لك ان انا شايف ان ده انسب وقت لان تكون دي مباراه بروفا للنادي الاهلي لان طبيعي انت كابتن قبل اسبوع من مباراه نهائي ابطال افريقيا طبيعي ان انت هتعمل ماتش ودي اكيد مش هتقعد الفتره دي كلها من غير ما تعمل مباراه فانا شايف ان فرقه ابو قير مش عايز اقلل منها لكن دي انسب فرقه ان انت تقدر تلعبها او تقدر تشتغل عليها الشغل بتاعك او تقدر ان انت تريح الناس الموجوده عندك اللي هم الاساسيين او اللي انت هتعتمد عليهم اعتماد كلي في المباراه النهائيه عندنا علي معلول مش موجود محمد هاني مش موجود اجاي عمرو السوليه محمود كهربا طبعا وصالح جمعه نتمنى لهم الشفاء طبعا اصابتهم بفيروس كورونا فانا شايف ان المباراه النهارده مباراه بروفا كويسه قوي للنادي الاهلي يعني كلنا نتمنى طبعا المباراه تطلع بدون اصابات اهم حاجه واعتقد ان الراجل يعني تشكيل النادي الاهلي ممكن كابتن اسامه اتكلم فيه تشكيل النادي الاهلي انا شايف برضو ان الراجل عامل انسجام هايل انسجام كويس قوي 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 ما بين الناس الخبره وما بين الناس الشباب النهارده الراجل طبعا ممكن تكون احنا كلنا متخوفين او الناس كلها متخوفه من وجود الشناوي وجود ياسر ابراهيم وجود مثلا حمدي فتحي كان الناس دي عناصر اساسيه الراجل ممكن يعتمد عليها في المباراه الجايه لكن الراجل ما يقدرش ان هو يلعب الفرقه كلها كابتن ايمن كلنا لعيبه الكوره وعارفين ما يقدرش يلعب الفرقه كلها صغيرين فلازم يعمل تجانس ما بين الخبره وما بين الشباب وانا شايف ان الراجل ده انسب تشكيل ان هو كان يشتغل بيه النهارده في النهارده لعيبه اول مره تكون موجوده زي نبيل كوكا نتمنى له التوفيق طبعا الراجل لعيب كويس يعني كلنا سمعنا ان هو لعيب كويس ونتمنى له التوفيق النهارده في طبعا ناس خبرات زي وليد سليمان زي ياسر ابراهيم زي محمد الشناوي الناس دي تقدر ان شاء الله ان هي تأدي يعني اكتر وقت ممكن ان هم يبقوا كويسين واعتقد ان الراجل اول ما يطمن ان شاء الله على النتيجه باذن الله اعتقد ان هو ممكن يطلع الشناوي ممكن يطلع ياسر ابراهيم وينزل الناس اللي بره زي مصطفى شوبير زي الناس اللي هي مش هتبقى موجوده في المباراه فاتمنى ان شاء الله طبعا يفوز النادي الاهلي واعتقد ان المباراه هتبقى يعني ممكن النادي الاهلي يبدا بدايه هجوميه خلص المباراه من الاول وده هيريحنا طبعا في الشوط الثاني لكن طول ما الوقت بيعدي طبعا المباراه بتبقى صعبه على النادي الاهلي لكن اعتقد ان الراجل وطريقه اللعب النادي الاهلي الفتره اللي فاتت والشكل بتاع النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت هيقدر ان الراجل من اول مباراه ان هو يحسم المباراه ويريحنا بلغه الكوره يعني فاتمنى ان شاء الله التوفيق من النادي الاهلي باذن الله النهارده. انت اتكلمت عن الطريقه الدفاعيه اللي ممكن يلعب بيها ابو قير النهارده ومعانا على الشاشه ان شاء الله دلوقتي هيبقى الوقفه الدفاعيه لفريق ابو قير المباراة الأخيرة لما كان بيلاعب نادي حرس الحدود. هي على الشاشة عندنا. أدي تقريبا 2 4 6 ورا.
ثلاثة يمكن واحد قدامهم واثنين قدامه بميل شوية وواحد بس قدام، يعني هما الاثنين اللي قدام راسين الحربة دول مفيش اثنين راسين حربة، هو هيبقى راس حربة واحد، هو راس حربة واحد اللي هو كرماك دوت، وفي وعلاء شعبان ده بيرجع نص ملعب، ده بيبقى ساعات بيلعب هاف وساعات الخواجة ده بيلعب بري ميكر او اسلام نبيل بيلعب بري ميكر. فاعتقد ان الراجل هيلعب 4-1-4-1 طبعا لخطورة المباراة طبعا وخطورة النادي الاهلي، ممكن يعمل 4-5-1 ممكن انا اعتقد طبعا هي كلنا مش مختلفين، هي هتبقى طريقة دفاعية، ده امر. وخلي بالك ممكن كابتن عارف في بعض الاوقات تبقى 5-4-1 ممكن. والنهارده اكيد الفكرة زي ما هاني بيتكلم وقال التشكيل يمكن اكتر واحد عارف الفريق ان هم الفكرة موجودة دايما ان هو عايز يقفل مساحات النادي الاهلي قد ما يقدر كويس، وعايز يعمل زحمة كبيرة جدا في نص الملعب، لان هو عارف التفوق كله في لعيبه النادي الاهلي بعد نص الملعب، نص الملعب لو امتلك النادي الاهلي مفيش مشكله في الثلث الاخير لما فيه مساحات موجوده. مظبوط. هو دايما اي مدير فني بيلعب ضد النادي الاهلي بيعتمد على حته الزحمه في نص الملعب ويقفل المساحات كويس قوي خصوصا على الاطراف. بالظبط. ودي بيبقى مهاره لعيبه النادي الاهلي بيلعبوا. حتى دايما كان في اخر وقت مع مستر موسيماني كان الاثنين على الاطراف، النهارده مثلا جيراردو واحمد الشيخ ما كانوش على الخطوط زي ما بيلعبوا دايما، كان بيخشوا لجوه ودي كانت بتبقى خطوره اللعيب، بيسيب له بيديهم حريه في الثلث الاخير، ودي فرقه مع لعيبه النادي الاهلي قوي خصوصا الاربعه اللي قدام، دي حريه اللي هو يتحرك في تلت الملعب زي ما تحب. طيب. لكن تحت بند واحد ايمن ان كل مكان لازم يتواجد فيه لعيب. يعني ما بقاش لعب كل وقت يمين والشمال، لا فاهمني. فهي دي الميزه في التلت الاخير ان عندك حريه حركه كويس قوي. صح. تقدر على اي تكتل هيعمله النهارده كابتن احمد الكاس، وده اللي هيحصل اكيد. ان هو احمد الكاس مش هيلعب لعب مفتوح اكيد طبعا، يعني اكيد هيحاول يقفل المساحات وهيحاول زي ما اتفقنا كلنا في الاستوديو ان المباراه تطول على قد ما يقدر باذن كابتن اسامه. واضح من الوقفه الدفاعيه بتاعه ابو قير الاسمده ان هم زي ما قال كابتن علاء بيقفلوا القلب. معنى كده النهارده هيكون في دور كبير جدا لاطراف النادي الاهلي. ايوه طبعا الاطراف ليها دور مهم جدا، وعلى فكره الوقفه الاولانيه اللي هو كان جايبها يا ريت يجيبها تاني، الباكين بيخشوا للعمق بيضموا جوه والجناحين مزبوط. بيرجعوا كظاهرين، ده مفروض في كل فرق العالم في المواقف الدفاعيه. دلوقتي بقى في وقفه كتيره جدا بتشوفها هنا ده المباراه في كل الوقفه الاولانيه في كل طرق اللعب 4-3-3 4-1-4-1 دول اللي هم الاطراف اللي بره دولت اصلا دول الجناحين، يعني هاني قال لي هم بيلعبوا 4-3-3 الثلاثة اللي في النص هم دول خلاص، الاثنين دول المفروض في الهجوم هم اللي قدام مع رقم 10. يعني ده الطبيعي بيبقوا 4-3-3 او 4-5-1. ايوه المهم انه في الطرق الدفاعيه في المواقف الدفاعيه لاي فرقه الباكين بيخشوا يضموا، لان في ثلاثه ابيض جوه فالباكين بيخشوا يضموا مع السرد باكين والاجنحه بتلعب كظاهرين. فالنادي الاهلي طبعا في مفروض شغل كبير من العربي بدر ومن محمود وحيد، لان زي ما كابتن علاء قال انه شفنا انه احيانا جيرالدو والشيخ او في الشحات وكهرباء اي حد بيخشوا للعمق ويفضوا الطرف عشان الباكين يطلعوا يعملوا زياده عدديه. مظبوط. بالذات في التكتل لما يكون فرقه بتلعب كمان بشكل في تكتل. صحيح. كبير يعني. صحيح. كابتن عادل انت كنت عايز تقول حاجه؟ لا انا كنت عايز اتكلم بس على بالنسبه للملعب، لان انا عارف الملعب برج العرب كويس قوي. الملعب اعتقد ان هو يبقى فيه طينه كتيره، ده اعتقادي. أيوه. لان المطره بتاعت امبارح انا لسه جاي من اسكندريه، المطره كانت شديده جدا جدا جدا, جدا. وبرج العرب بالذات. مظبوط. فاعتقد ان الملعب مستحيل ان هو يكون سليم 100% الا حاولوا بقى بشكل ما ان هم يقدروا يشيلوا الميه او يشربوا الميه، ده برده هياثر على اداء اللعيبه في الملعب. بس كابتن عادل توقعاتك الشوط الاول؟ يعني انا متوقع ان هيبقى في دفاع محكم زي ما الكباتن قالوا، بس هو في نقطه حته ان هم كان بيلعب سته على الرسمه اللي احنا بنتكلم عليها دايما، الفرق اللي عايزه تقفل من القلب بياخد واحد من نص الملعب، اللي هي لو بيلعب 4-1-4-1 بياخد واحد ده وبينزله تحت مع الطرفين لما بيجي بيدافعوا من الهجوم. لكن انا اتوقع ان هيبقى دفاع قوي من ابوير، لكن النادي الاهلي ممكن في البدايه لان انا قلت لك في لعيبه كتير محتاجه ان هي تثبت نفسها ممكن تعمل حاجه كويسه ونجيب نحرز اهداف ان شاء الله باذن الله رب العالمين. هنروح لفاصل ونرجع لكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا.